سرطان عنق الرحم هو النوع الرابع بين السرطانات الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين النساء في العالم للأسف، يؤدي إلى إصابة حوالي 500,000 امرأة بكل عام، عدا عن أنه بيؤدي إلى وفاة 250,000 امرأة من كل عام للأسف. صحيح هزار، بما أنه نحن عم نمر بشهر التوعية اللي أطلقته منظمة الصحة العالمية وهو كانون الثاني من كل عام، لازم نحكي أكثر عن تفاصيل هذا السرطان وعن كيفية الوقاية منه وتشخيصه وأيضاً علاجه، وكل التفاصيل راح تكون مع ضيفنا اللي صار معنا داخل استوديو دمسكو الدكتور رفائيل عطلة الاختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد. يسعد اوقاتك دكتور واهلا وسهلا فيك. يسعد اوقاتكم. يسعد اوقاتك دكتور. يا هلا. بداية دكتور تحكي لنا عن شهر التوعية اكثر، وشو يعني التوعية من سرطان عنق الرحم؟ لأن خلينا هيك بشكل عام انه في عدة سرطانات عم يكون لها شهر توعية، يعني احنا الكل بيعرف انه الشهر العاشر من كل سنة صحيح هو شهر التوعية لكشف الباكر للسرطان الثدي. هلا الشهر الاول من كل عام هو شهر التوعيه من الكشف الباكر عن سرطان عنق الرحم. هلا عند الانثى في عندنا هدول السرطانين اللي هن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في وسائل للكشف الباكر عنه، فلذلك عم ينذكروا وعم يصير في توعيه اكثر عنهم. هلا مشان كمان هيك مشان المساواه بين الرجل والمراه كمان في الشهر العالمي للتوعية من سرطان البروستات مثلا صحيح. كمان ممكن يكون في وقاية منه، هو بالشهر الحادي عشر شهر 11 من كل سنة، كمان هو شهر التوعية من سرطان البروستات. هلا بشهر التوعية شو دائما انا بحكي انه بقول انه هذا لا يعني انه كل النساء لازم بهذا الشهر يروحوا يعملوا مثلا كشف باكر تمام. هلا هو فقط للتذكير للتوعية، يعني خلينا دائما هذا الشهر يكون هو وسيلة لزيادة ثقافة النساء حول فكرة الكشف الباكر. أنا دائما بقول الكشف الباكر عن سرطان الثدي هو بيكشف السرطان ولكن بفترة باكرة وبيسهل هذا الموضوع العلاج تمام. هلأ بالنسبة لسرطان عنق الرحم الكشف الباكر اللي هو بوسيلة لطاخة عنق الرحم، أنا بيكشف بهي الحالة تبدلات خلوية خلينا نقول قبل سرطانية، يعني أنا لسه ما صارت سرطان، فلذلك اللي سمعناته أنا موضوع الكشف الباكر لسرطان عنق الرحم هذا بيعطيني فكرة ويعطيني خلينا نقول مقدرة على الشفاء أكثر بكثير من سرطان الثدي، لأن سرطان الثدي أنا بدي أكشف سرطان ولكن موجود. بعمر باكر أما بموضوع سرطان عنق الرحم هي شغلة كثير منيحة، فهي أنا بكشف تبدلات خلينا نقول خلوية ما قبل سرطانية، وهذا شيء بإجراءات شو ما كان الإجراء اللي ممكن نساويه أنا بدي إنهي الموضوع نهائيا، أنا لسه ما دخلت في فكرة أنه صار عندي سرطان عنق رحم. طيب دكتور بما أنك عم بلشنا بشهر التوعية وشرحت حضرتك مفهوم التوعية، هل هذا الموجود بثقافتنا اليوم بمجتمعنا السوري؟ هل هو يتطور؟ هل هو لسه في الناس عندها هي الثقافة؟ للأسف لطاخة عنق الرحم ثقافة النساء أو ثقافة المجتمع بشكل عام ما زالت ضعيفة. موضوع لطاقة عنق الرحم أنا دائما بعطي مثال أنه مثلا أنا ممكن سيدة بتراجع عندي بالعيادة إلا لازم أن أعمل لك لطاقة عنق الرحم بتتفاجأ أنه ممكن العيلة كلها بتصير بتتصل معك خير خير يا دكتور وليش؟ مع أنه لطاقة عنق الرحم دائما خلينا نقول أنه وقت نقول نحن كشف باكر أو مسح، شو معنات مسح؟ مسح معناته أنا كل النساء بهذا العمر بدي اعمل لهم لطاقه عنق اجراء روتيني يعني اجراء روتيني ودائما انا بقول بالكشف الباكر ما بدي انطر السيده لتعاني من اعراض تمام يعني هي فكره الكشف الباكر انه انت تكشف هي الحاله عن سيده لا تعاني من اعراض، يعني ما بدي عندها احتماليه انه تنصاب تمام. هلا نحن خلينا نقول بفكره المسح، شو هي فكره المسح؟ انا خلينا اخذ 100 امراه عملت لها لطاخة عنق الرحم ممكن تطلع عندي من أصل المية عشرة عليهم إشارة استفهام، من هدول العشرة بصير بعمل وسائل أكثر ممكن أكشف واحدة صحيح تمام. فلذلك فكرة المسح شو هي؟ فكرة المسح هي أنا بدي أعمل لطاخة عنق الرحم لسيدة لا تعاني من أعراض، يعني أنا إذا نطرت لهي السيدة لتعاني أعراض معناتها هي اما صار في تاخير من جانب السيده هي خلينا نقول الفتره هي 7-8 سنين اللي بيكون فيها تبدلات خلويه ما قبل سرطانيه انا ما بتكون كشفت شيء تماما، بس تصير تبدلات سرطانيه صار في عندي اعراض بدها تعمل اللطاخه معناتها انا صار سرطان. المده الزمنيه اعطيتها دكتور هي 8 سنين يعني هلا هي 8-10 سنين تختلف بين هي لها علاقه
فكرة إنه سرطان عنق الرحم سببه فيروسي. تمام؟ يعني فيروس هو الـ HPV أو الفيروس الحليمي البشري. الـ HPV هو نفسه اللي بيساوي التقاليل. تماماً. تمام؟ هلا نحن بنعرف في تقاليل باليد، في تقاليل بالمنطقة التناسلية. هلا سبب هي كلها هرمون هو فيروس هو الـ HPV. هلا هذا الفيروس بنفس الوقت بيصيب عنق الرحم. بيصيب عنق الرحم غالب النساء اللي صار عندهم هذا الفيروس وصاب عنق الرحم اغلبيتهم خلينا نقول اكثر من 95% بيتراجع عفويا خلال سنه، يعني ما بده شيء. تمام؟ ولكن جزء بسيط من اللي دخل الفيروس لعندهم بده يبلش يعمل تبدلات، هذا بنسميه الاصابه المستمره، يعني ما صار شفاء عفوي. تمام. خلينا نوضح الفكره اكثر. تماما. يعني خلينا ناخذ كل الفيروسات، الاصابه بالفيروسات، خلينا نقول بالقريب الرشح، معظم اللي بينصابوا بالرشح والقريب يشفوا بشكل عفوي وما لهم علاج، يعني هي هي مناعة جسدية، هي موضوع ما. وكمان هذا الـ HPV نفس الفكرة. هلا لكن هلا إذا أخذنا إحصائيات طبية، جزء بسيط من اللي بينصابوا بالقريب أو بالرشح ممكن يصير عندهم مضاعفات. تماما جزء بسيط. صحيح. كمان فيروس الـ HPV هو نفس الشيء، معظم اللي بينصابوا فيه بيتراجع عفويا وما بصير عنده شيء، لكن في جزء بسيط. تمام. بصير في نوع من التطورات الخلوية اللي هي تبدلات خلوية ما قبل سرطان. هون تجي فكرة لطاخة عنق الرحم. وقت أنا بدي أعمل اللطاخة بشكل دوري، تمام، أنا بدي أكشف هدول السيدات اللي عندهم هذا الـ HPV اللي ضل بالجسم وما طلع. الـ5% من الأصل 95. تمام. فهدول هني أنا بدي أكشفهم. فهون تجي فكرة المسح. أنا هون لسه سيدة ما بتعاني من أي أعراض. تمام. فلذلك وقت انا بقول للسيده بدنا نعمل لطاخه عنق رحم، فبيكون جواب معظم السيدات شو هو؟ انا ما بعاني من اي شيء، يعني انا ماني متضايقه من اي شيء للاسف. هي بالفعل هي اللي ما انا متضايقه هن هدول اللي لازم انا اعمل لهم مسح، او خلينا نقول بالمصطلح الطبي نسميه سكرينينج لكل السيدات. طيب هي اللطاخه المفروض تتاخذ باي عمر؟ وبما انه فيروس فهو منتقل عبر شيء معين. تمام. تشرح لنا اكثر عن الموضوع. هلا هذا باعتباره فيروس فهو ينتقل عن طريق الممارسه الجنسيه. فلذلك دائما بيقولوا سرطان عنق الرحم هو سرطان ينتقل عن طريق الجنس. فلذلك هلا انثى غير متزوجه نادر جدا ما يصير عندها سرطان عنق الرحم. تمام. الا في نمط صغير هو سرطان باطن الرحم الغدي، باطن عنق الرحم الغدي، ممكن يتواجد عند غير متزوج بس نادر جدا هذا. فلذلك سرطان عنق الرحم هو سرطان المتزوجات. فلذلك التوصية كل سيدة متزوجة، هلا التوصيات العالمية انه بعد ال 21 سنة تمام تبلش تعمل لطاخة عنق الرحم. هلا كل قديش لازم تعمل لطاخة عنق الرحم؟ لازم كل 3 سنين، يعني على مدى العمر حتى عمر ال 65 سنة. يعني معناته انا كل 3 سنين بدي اسوي. هلا ليش كل 3 سنين؟ لأنه أنا إذا في عندي هذا الفيروس ضل بالجسم وصار عندي تبدلات خلوية فأنا بدي أكشفه باللطاخة. خلينا نقول اللطاخة اللي عملتها هالثلاث سنين كان في خلل معين فيها، بعد 3 سنين بدي أرجع إذا هذا الخلل يعني ممكن يكون في خلل بالإجراء، خلل بالفحص، خلل. صحيح. فلذلك أنا دائما هذا الإجراء الدوري، فبدي خليني أكشف هدول السيدات. هلا خلينا نقول في بعض الدول الغربية موضوع إجراء اللطاخة هو صار روتيني، يعني بالسيدات هن لحالهم بيراجعوا المراكز الصحيه بيقولوا انا صار وقت اعمل اللطاخه. دكتور، هو حتى مو بس بموضوع سرطان عنق الرحم، باغلب السرطانات اللي تصيب السيدات ودائما هذا الاجراء الروتيني اصبح هو ثقافه متبعه، يعني تمام. بشكل طبيعي وعادي. تشيك اب عام اوقات بيكون على خاصه موضوع الانثى، مثل ما ذكرت في عندنا سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. اللطاخه بنعملها مثل ما ذكرت بعد ال 21 سنه، كل 3 سنين مره. بس بدي أوضح فكرة كمان، اللطاخة هو إجراء غير مؤلم، يعني كمان في كثير من السيدات كيف آلية الفحص. تمام. هو فحص نسائي عادي، ناخذ خلينا نقول مسحة من سطح العنق الرحم، يعني دراسة خلوية بتكون بنحطها على الزجاجة وبتبعت على التشريح المرضي. يعني في شروط لإجراء اللطاخة كمان، هي ضرورية كثير نحن نعرفها باعتبار نحن عم ناخذ شغلة سطحية خلوية. فهو بده يكون في تقريبا 3 أيام ما في جماع، ما في دورة، ما في مثلا تحاميل نسائية، ما في أي، في بعض السيدات بيعملوا دوش مهبلي،
هدول الإجراءات كلها أنه بيكون ما في شيء ضمن عنق الرحم، لأنه أنا بدي أدرس دراسة هي لدراسة خلايا سطحية. طب دكتور، إذا كان في أمراض تناسلية أو هاي الأمور ممكن تأثر على موضوع الإجراء هذا ولا لا؟ لا نادرة ما تأثر، لأنه أنا بدي أخذ مثل ما ذكرت، بدي أوصل لعند عنق الرحم وأخذ دراسة خلوية. في كتير أمراض مثلا التهابات ممكن أنا باللطاخة بشوفها، يعني أنا اللطاخة ما بتفيدني بس كمان للكشف الباكر عن سرطان عنق الرحم، أنا ممكن كتير من أنماط الالتهابية تكون موجودة أنا بدي أكشفها باللطاخة كمان، فاللطاخة هي كمان ممكن تساعدني بهذا الموضوع. طيب. دكتور، حكيت عن ثقافة انتقال هذا الفيروس، لكن أنا كان بدي أسألك إنه هل هو بمنطقتنا منتشر بشكل موجود؟ حكينا بالمقدمة، نحن حكينا إنه رابع السرطانات انتشارا وشيوعا. هلا شوف لك شغلي، هلا بالغرب باعتبار ثقافة اللطاخة موجودة صارت الأعداد محدودة، أعداد إنه يصير سرطان قليلة كتير بس صار يشوفوا كتير تبدلات خلوية ما قبل سرطانية. تمام. ليش؟ لأنه صار عم يعملوا اللطاخة كتير. هلا عنا باعتبار اللطاخة ما كتير لسه أخذ هذا الصدى الكبير، فلذلك لساتنا عم نشوف حالات سرطان عنق الرحم. هلا الشغلة اللي منيحة كمان إنه بالبلد ما في كتير حالات سرطان عنق الرحم، يعني موجودة ولكن ما عم نشوفها بشكل كبير. هلا أنا ليش بقول موجودة؟ لأنه نحن بنشوف مثلا كتير من حالات التقليل التناسلية. ما دام في تقليل تناسلية بنسبة لا بأس بها، معناتها أن هذا الفيروس موجود. احتمال يكون ينصاب. احتمالية الإصابة موجودة. طيب دكتور، هل في يعني بنعرف أوقات في كتل حميدة، في كتل خبيثة ممكن يكون إلى أعراض، هل هذا السرطان موجود منه كمان هيك؟ إنه في شيء خبيث، في شيء حميد؟ بعنق الرحم لا، هلا هو تدرج، يعني خلينا نقول أنا هيك راح أشرح التدرج. دخل الفيروس على الجسم خلال سنة، يا بده يطلع بسبب المناعة يعمل شفاء عفوي، يا بده يضل. هلا إذا ضل بده يعمل يبلش تبدلات خلوية، هاي التبدلات الخلوية ممكن تاخذ 7-8 سنين. تبدلات خلوية ما قبل سرطانية، هي تبدلات سليمة لساتها. تمام؟ خلال هالفترة كلها، هلا إذا ضلت هاي التبدلات الخلوية وأنا ما سويت إلا شيء، فكل ما مثل عم تتدرج لتوصل لمرحلة سرطانية. هلا في آفات بعنق الرحم قد تكون آفات سليمة، يعني مو شرط سرطانية، ممكن نشوف بوليبات، قرحات على عنق الرحم قد تكون سليمة، ولكن أنا وقت عم بحكي على فيروس دخل على الجسم معناتها وضل بالجسم، فاحتمال السرطان راح يكون موجود بعد فترة. تمام. دكتور، إذا بدنا نروح على الحل العلاجي اللي بتتخذوه بهيك إجراء ما بعد تشخيص ووجود هاي النوع من الحالات، نحن بنروح على شيء جراحي أم شيء دوائي؟ يعني هون بس تشرح لنا أكثر عن كيفية. هلا خلينا نقول إذا كانت الحالة تبدلات خلوية ما قبل سرطانية. تمام. هون بنرجع لقصة السيدة، هلا السيدة أنهت الحياة الإنجابية. يعني خلصت الحياة الإنجابية، ما عاد بدها تجيب أولاد، ما عاد، فممكن يصير إجراءات على عنق الرحم. في إجراءات إنه استئصال عنق الرحم كله بشكل كامل، وفي حالات كمان بنشيل الرحم كله كمان كله بشكل كامل مع عنق الرحم. هلا هاي الحالات نحن عم نحكي بتبدلات خلوية ما قبل سرطانية، وفي وسائل بتشيل بس المنطقة اللي ممكن تتأذى من عنق الرحم تنشال. يعني ممكن يتم تحديد انه هاي الخلايا متركزة بهي المنطقة؟ هلا هي متركزة بمنطقة واحدة، يعني بعنق الرحم في منطقة محددة بيكون فيها الإصابة دائما. يعني كل الإجراءات اللي ذكرتهم حضرتك بيمنعوا او بيكونوا عائق للإنجاب؟ يعني عند حضرتك ذكرت لنا إذا شلنا جزء من عنق الرحم. تمام. قد يستمر آخر خيار، لأنه لكن إذا هي تبدلات خلوية ما قبل سرطانية. تمام. أنا ممكن ما أسوي شيء، يعني تمام، ممكن إذا بدأت يصير في حمل يصير حمل وولادة وبعدين شكل طبيعي. تمام. لأنه نحن برجع بقول لك إنه هاي التبدلات الخلوية تأخذ عمر. تمام. يعني مو شرط والله خلال نص سنة بدها تصير. تمام. سرطان. أما إذا كانت الحالة سرطانية، تمام، هاي لها علاقة بحسب مرحلة الورم. هلا مرحلة الورم إذا كانت سرطانية بدايته فممكن إجراء خلينا نقول استئصال رحم واسع. نعمل استئصال رحم مع عنق الرحم مع تجريف العقد الحوضية. تمام. وممكن تحتاج لمعالجة شعاعية لاحقة. تمام. طيب. إذا كنا بالبداية عم نحكي هون، هذا إذا سرطان بدايته. هلا إذا سرطان متقدم حتى الإجراء الجراحي ما كتير بيفيده، هون بيدخل فقط بالمعالجة الشعاعية للأسف. طيب، من طرق الوقاية، يعني لما عم نبحث عم نحاول نقرأ عن الموضوع أكثر، قريت في شيء عن لقاح؟ تمام.
في هيك شيء؟ هل موجود عندنا بسوريا؟ تمام، خلينا نقول نحكي بشكل عام اللقاحات الطفولة مثلا اللي موجودة بالبلد، وهي لقاحات معظمها ضد فيروسات. صحيح. تمام؟ هلا ما عندنا اللقاحات ضد جراثيم، نادرا جدا يعني. اللقاحات موجودة معظمها ضد الفيروسات. فيروسة. لقاحات شو معناتها؟ معناتها اللقاح أنا بدي أخذه قبل الإصابة. تمام. تمام؟ معناتها أنا مين الأنثى اللي بدها تأخذ اللقاح؟ يعني نحن عم نحكي عن أنثى متزوجة وأيضاً بعمر خطة الإنجاب هي بعيدة عنا مثلاً. تمام، فلذلك هلا التوصيات العالمية الأنثى اللي بدها تأخذ اللقاح هي أنثى بعمر 12-13 سنة. بعمر صغير لازم. بعمر صغير لأنه هي لسه ما دخلت في مرحلة الممارسة الجنسية، فلذلك ما صار في زواج، فلذلك بدها تأخذه بشكل بكير. هلا هل تحمي هذا اللقاح 100%؟ ما بيحمي 100%، لأن الاتش بي في له تقريبا 100 نوع. هلا باللقاح ممكن ينقوا بين 6-10 انواع شيوعا، الاكثر شيوعا فبيعطوها، فلذلك بيحمي بنسبه كبيره. تمام. هلا متوافر بالبلد؟ ما له متوافر بالبلد للاسف. كان متوافر قبل 15 سنه، كان موجود يعني، بس هلا حاليا ما له متوافر بالبلد. هلا في احدى الدول الاجنبيه دخل بلقاحات الطفوله يعني، يعني صار مثل كل انثى صار روتين وباقي هلا هو تكلفته الماديه كبيره شوي. صار كل انثى بعمر مثلا 12-13 سنه عم تاخذ هذا اللقاح، فلذلك هذا الشيء بيخفف بنسبه كبيره من الاصابه من دخول الفيروس لجسمه بس يصير زواج. تماما. دكتور خلينا نروح، كنا عم نحكي عن العمل الجراحي، شو في مضاعفات ما بعد قيامكم بهذه الاعمال او هي النوعيات اللي شرحتناها الثلاثه كاستئصال كامل او جزء، شو ممكن مضاعفات؟ تمام. هلا الاستئصال جزء من عنق الرحم تاثيراته نادره جدا يعني، اما كاستئصال الرحم بشكل واسع يعني خلينا نقول هو عمل جراحي كبير، بس نحن خلينا نقول إذا ما في اختلاط جراحي نادرا ما يصير شيء، كأنه أنت عم تعمل استئصال رحم عادي يعني. تمام. تمام. هلا بغض النظر هيك عمليات واسعة فيها اختلاطات أكثر من غيرها، لأنه أنت عم تشتغل على الأوعية الحوضية، بدك تجرف العقد حول الأوعية الحوضية، شغل على الحالب بيكون كتير، الأوعية الحرقوفية، فلذلك هون ممكن يكون في مشاكل شوي أكثر يعني، ولكن بحذر الأمور تمشي بشكل سلس ان شاء الله. والمريضه فيها ترجع لحياتها؟ لا، ترجع لحياتها الطبيعيه فتره زمنيه قصيره. هلا اذا كان الورم ببدايته احتمال تستجيب بشكل كبير. تمام. عشان هيك انا بركز على شغله واحده، انه انا اللطاخه انا هذا السرطان بدي اكشفه قبل ما يصير سرطان. لذلك تخيل قديش بدك تفرق جهد والم، بدي خفف جهد وعمل جراحي. تمام. ونسبة شفاء يعني، أنا بس يصير في عندي سرطان ولو بدايته أنت ما فيك تضمن 100% أنه هاي السيدة ممكن تشفى، لأنه صار سرطان. صحيح. فتخيل قديش فكرة اللطاخة مهمة جدا، مهمة جدا. ورح يعني خليني أقول أنا دائما بس بفكر بموضوع أنه الحفاظ على حياة الأنثى بموضوع اللطاخة، أنت عم تفكر مو بس بالأنثى، عم تفكر بالأنثى وعم تفكر بالأسرة تبعيتها، عم تفكر بالمجتمع تبعه وعم تفكر بالأولاد. صحيح. تمام. فأنت عم تفكر عن مجتمع كامل يعني. تمام. تمام. طيب دكتور برأيك، بما أنه الموضوع بسيط وهو مجرد لطاخة، هل شهر واحد للتوعية كافي؟ ونصيحة أخيرة لكل النساء. هلا أنا دائما بقول أنه حتى خلي ثقافة النساء الطبية بموضوع لطاخة عنق الرحم وموضوع خلينا نقول حتى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، أنا لازم، أنا بقول دائما أنه لازم بمناهج وزارة التربية بالصف الإعدادي لازم كل الإناث يكون عندهم فكرة عن هذا الإجراء، عن موضوع لطاخة عنق الرحم أو موضوع الماموجرام للثدي، حتى وقت يوصلوا لمرحلة إجراء هذا الكشف الباكر. تمام. بيكونوا هن مستعدين نفسيا وهن بيعرفوا شو لازم يساووا. هذا الشيء انا برايي انه رح يخلي كل الاناث، ما فينا نقول كل الاناث بس يعني معظم الاناث انه بيتجهوا لهي الفحوصات ولهي الاجراءات. هذا الشيء خلينا نقول انا هيك بعتقد انه
هيك فينا نزيد من ثقافة النساء الطبية حول هذا الموضوع بالذات. يعني يمكن هو الحل الأمثل أيضا دكتور، ممكن الإعلام يوجه، وزارة الصحة توجه، ولكن إدخال هذا الموضوع بمناهج تربوية تعليمية فهو أيضا من الأمور يمكن بتضل خلص موجودة دائما بثقافتنا الموجودة حاليا بمجتمعنا. بدي أشكرك جزيل الشكر طبعا للدكتور رفيع العطلة الاختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد على كل المعلومات القيمة، والسلامة لكل النساء العالم أيضا. وندعو دائما أنه هذا الإجراء يكون هو إجراء رئيسي بحياته، لأنه مثل ما حكيت حضرتك هو كل ما كان خير الوقاية توفر علينا جهد وعمل جراحي وأيضا نسبة شفاء عالية. شكرا كثير لحضرتك دكتور. شكرا لكم.